السلام عليكم. هناك أدعية خاصة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، احرص عليه بارك الله فيك. ومن هذه الأدعية ما يأتي دعاء الإفطار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما دعاء الصائم إذا أفطر عند قوم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم: أفطر عندكم الصائم وصلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار. ماذا تقول إذا رأيت الهلال؟ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ماذا تقول في ليلة القدر؟ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هل تريد أن تعلم ما هو دعاء التهجد وقيام الليل؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل فقال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هل تريد أن تعرف أهمية الدعاء في رمضان؟ إن للدعاء فضلا عظيما في شهر رمضان، فقد جاء في القرآن الكريم بعد ذكر آيات الصيام قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فينبغي على المسلم أن يحرص على الدعاء في رمضان، فهي من الدعوات المستجابة بإذن الله تعالى. إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبناء على ذلك يجب على المسلم أن يختم ذلك بالإقبال على الله تعالى والطلب والسؤال منه بذل وانكسار وخضوع على أن يكون الدعاء بما فيه الخير والصلاح، مع الحذر من أن يستغل الصائم أوقاته بلغو الحديث وبما لا فائدة منه من الأقوال، وتجنب ذلك. فالواجب استغلال الأوقات بتلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله والاستغفار من الذنوب والمعاصي والتوجه إليه بالدعاء في كل الأوقات والأحوال والظروف، إذ إن إجابة دعاء الصائم ليست مقيدة بوقت الإفطار فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. هل تريد أن تعلم الأدعية الجامعة قبل الإفطار؟ يسن قبل الإفطار التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ومن الأدعية المشروعة قبل الإفطار: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أغسل خطايا بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وبعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق
أحني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.